نبتدي بمقادير الباستا الملكية. عندنا 6 بيضات، 2 معلقة كبيرة زيت زيتون، 75 جرام سميد، و 500 جرام دقيق مكرونة اللي هو الدقيق تيبو 00 لو لقينا، لو ما لقيناش يبقى دقيق المخبوزات أو البيتزا. بالنسبة للصوص عندنا صوص سجق مع صوص البصل مع البصل المكرمل، 85 جرام زبدة، 500 جرام سجق بلدي بدون غلاف، احنا شلنا الغلاف بتاعه وهو بعد كده على النار هيبقى زي العصاق، هيبقى قطع صغيرة. عندنا 2 كيلو بصل يكون مقطع رفيع بالشكل ده. عندنا 2 معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل اسود، 2 معلقة صغيرة كركم، 500 مللتر مرقة لحم بقري، و 100 جرام بارميجانو او اللي يحب ممكن تبقى جبنة رومي. هنبتدي بالمكرونة. هحط البيض والزيت. في العجان. بعد كده هحط السميد والدقيق. وهنبتدي نخلطهم مع بعض بالكف، وبعد كده لما العجينة تبتدي تلم هغيره واحط الهوك. اوكي كده العجين ابتدى يلم. هنزل العجينة كلها وهحط الهوك وابتدي اضربها. اوكي لو لقيناها زي كده هي شويه ناشفه ممكن ازود لها شويه بيض. اخد بيض عندي هنا لأن كل ده بيعتمد على درجة الرطوبة اللي في الدقيق، ممكن أزود لها 2 معلقة بيض. ما نحطش كتير الأول، نحط شوية صغيرين، ولو احتاجنا بعد كده تاني ممكن نحط تاني. أوكي كده خلاص لمت. العجينة الملكية برضو بنحطها في ورق بلاستيك وبنسيبها على الأقل 2 ساعة، يفضل 12 ساعة علشان الدقيق يتشرب كل السوائل اللي أضفناها له. أوكي. أجيب دقيق. وابتدي اقطعها وافردها شويه بالنشابه علشان اجهزها للفرد. اوكي اجيبها على اوسع حاجه. نكمل مع بعض الباستا الملكية، وعايزة أوريكم طريقة تقطيع بالإيد. هندهن أو هنرش يعني على الباستا دقيق، ولازم يبقى دقيق كويس. أنا هعمل زي التالياتيلي.
وهاخدها هنا. اوكي وهبتدي اطبقها كده على بعض ونبتدي نقطعها بالشكل ده. فمش هنحتاج مكنة خالص علشان نعملها زي التالياتيلي، وعشان حطينا دقيق في النص زي ما احنا شايفين ما بتلزقش في بعضها، ويبقى كده احنا جهزنا تالياتيلي. بنفكها من بعض وكمان بننزل كل الدقيق الزيادة. خدها هنا نبص على المية، وهنحتاج طبعا نحط ملح. كده خلاص انا صفيت المكرونة من الدقيق الزيادة وهحطها في المية اللي بتغلي. وزي ما قلنا الباستا الفريش او الطازة دي مش بتاخد وقت خالص في التسوية. اوكي بالنسبة للصوص هنحط الزبدة والسجق. السجق شلنا الغلاف بتاعه، والبصل انا عايزة اكرمله، فطبعا احنا محضرينه من قبل كده. البصل بنحطه مع شوية زبدة وشوية زيت على نار متوسطة، وبنسيبه ساعة لحد ما يوصل للون المظبوط، وده بيكون اللون اللي احنا عايزينه. بالنسبة للبصل المكرمل انا بحبه غامق شوية، الناس اللي بتحبه افتح يعملوا افتح، مفيش اي، كل واحد بيعمل اللي هو بيحب. هحط معاه الكركم، الملح والفلفل، مش بياخد وقت خالص في السوى. اول ما يبتدي يقرب على السوى هضيف له البصل والمرقة. هنحط البصل والمرقة، وهنسيبه لحد ما يرجع يغلي مرة تانية، البصل بتاعنا يسخن مرة تانية. هنحط شوية من البارميزان عليها ونسيب شوية للتزيين. اوكي ودلوقتي نصفي المكرونة. الصوص كده خلاص بيغلي جاهز، واحط المكرونة مع الصوص. خلي دي هنا، اضيف كمان شوية من الجبنة عشان وانا بقلبه الجبنة كمان تختلط بيه، ونخلي شوية جبنة للتقديم.